مشاهدينا موجز الأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضل يا لميا. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي مع الرئيس العراقي برهم صالح، حيث شدد الرئيس السيسي على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار، حفاظا على أمن واستقرار وسياسة البلاد. في اتصال آخر مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي، تابع الرئيس السيسي تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبرا عن موقف مصر بجانب دولة العراق الشقيقة لدعم استقرارها وأمنها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه يتابع باهتمام الموقف الراهن للعراق، وأعرب الرئيس السيسي عن حزنه لما آلت إليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة. كما أكد الرئيس على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وشعبه وسلامته، داعيا كافة الأطراف العراقية إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية عن تعرض المنطقة الخضراء لقصف بأربعة صواريخ. ذكرت الخلية في بيان أن الصواريخ سقطت في المجمع السكني مما أدى إلى حدوث أضرار كبيرة، وهذا قرر ورئيس الوزراء العراقي مصطفى القاضمي تعطيل العمل في مؤسسات الدولة اليوم مع استمرار فرض حظر التجول في العاصمة بغداد. أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جورسي أنه في طريقه وفريق مفتشين عن الوكالة إلى محطة زابورجيه جنوب أوكرانيا. وقال جورسي على تويتر أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى هذه المحطة الأسبوع الجاري، مؤكدا ضرورة وحماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا. تتبادل موسكو وكييف الاتهامات باستهداف هذه المحطة للطاقة النووية. قال المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا ستجتاز الشتاء المقبل بأفضل شكل ممكن أكثر مما يعتقد الكثيرون، وذلك بفضل الخطوات التي اتخذتها لتأمين إمدادات الطاقة. وأوضح شولتس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع براغ مع رئيس وزراء التشيكية بيتر فيالا أن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر، وذلك من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف، مشيرا إلى أنه متفائل بأن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات منسقة قريبا حيال أسعار الكهرباء المرتفعة. تطلق الأمم المتحدة والحكومة الباكستانية رسميا اليوم نداء للحصول على تبرعات قيمتها 160 مليون دولار لتمويل مساعدات طارئة لباكستان التي تعرضت لفيضانات عارمة. وقال ستيفن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الوضع في باكستان يزداد سوءا مع استمرار هطول الأمطار، هذا ويكافح عشرات الملايين من الباكستانيين أسوأ أمطار موسمية منذ ثلاثة عقود أودت بحياة أكثر من 1136 شخصا على الأقل، وجرفت عددا لا يحصى من المنازل، كما دمرت الأراضي الزراعية. نهاية موجز التاسعة، سنعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.